اوزنهاور ده باختصار رئيس امريكي سابق، كان هو اللي يعتبر صمم المصفوفه دي. ولما كانوا بيعطوا الولايات المتحده بعض المعونات لدول العالم الثالث، فكان طبعا بيقسم الدول لاربع اقسام: عاجل وهام، غير عاجل وهام، عاجل وغير هام، غير عاجل وغير هام. ايه الحاجه المهمه وعاجله، والحاجه المهمه لكنها غير عاجله دلوقتي، والحاجة العاجلة اللي تبدو عاجلة لكنها غير مهمة، وإيه الحاجة اللي غير عاجلة وغير غير هامة. مش هنودي المعونة للناس دي لأنهم مش مهمين أوي عندنا. وبعد كده تم دراسة هذه المصفوفة في مجال علم النفس والتنمية الذاتية ومجال الإدارة أيضا، ولكننا إن شاء الله الحمد لله بفضل الله طورناها. وما أعتقدش إن في حد في الوطن العربي طور المصفوفة ديت، الحمد لله بفضل الله طورناها. ايزنهاور او مصفوفة الوقت اتكلمت عن العجلة والأهمية، احنا زودنا بعد ثالث اللي هو المغزى. هل كل عمل لازم يكون مهم وعاجل بس؟ طب مش يكون ذات مغزى؟ هدفه ايه؟ النتيجة، نتيجة سيئة ولا نتيجة حسنة؟ ايجابي اروح اعمله ولا مش ايجابي؟ فاحنا خليناها ثلاثية الابعاد، فنتكلم على عنصر العجلة والأهمية والمغزى. لو انا بتكلم على الامور العاجله والهامه، في شقين. كلنا عندنا امور مهمه، زي مثلا اللي عنده طفل صغير بيطعمه، لازم في مواعيد التطعيمات، امور مهمه جدا. اللي عنده امتحانات، امور عاجله جدا وهامه ما ينفعش اتنازل عنها. اللي عنده موعد لتسليم تقرير لمديره او لمديرته، موعد مهم جدا جدا. اللي عنده تذكره طيران، موعد مهم جدا عاجل وهام، مش هقدر ادخل اي حاجة دلوقتي. طيب الشق الثاني من عجل وهام، اللي هو الناس بقى اللي بيسميهم ستيفن ار كوفي، مؤلف كتاب العادات السبع، هو واسرته عندهم طبعا شركة ار كوفي او ستيفن ار كوفي، شركة ال كوفي، كلهم عندهم مجموعة كتب مميزة جدا في السوق. المهم ستيفن كوفي بيقول ان اصحاب هذا المربع اللي هو عاجل وهام مدير ازمات. ناس بتحب الازمات. انا مش هشتغل الا في اخر لحظه، انا مش هجهز للكورس ده الا في اخر دقيقه، انا مش هدي الدرس ده الا قبلها بدقيقه، انا مش هروح اتسوق الا قبل ما السوق يقفل بساعه، او يا دوبك الساعه دي تكفيني، انا مش هحلق شعري الا قبل العيد، يعني الفجر يوم العيد، الفجر يا دوبك الحق واروح اصلي العيد. كل ده مديره ازمات، هو بيعمل الازمه لنفسه. طب افرض انت جيت في الساعه الاخيره اللي عاوز تجهز فيها تقرير المدير ده، وجيت لا قدر الله اصبت، او حد من عيلتك اتصل بيك يلا تعالى لي في المكان الفلاني انا متعطل، ما اعرف هتعمل ايه. حصلت ازمه خلاص، وحصلت ازمه هيترتب على ازمه اكبر، ممكن تفصل من عملك بسبب ارجائك لهذا الامر لاخر لحظه. عشان كده نبعد عن فكره الازمات، لابد من التخطيط حتى لا تحدث لك الكوارث. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيجلس مع صحابته ومع مجلس إدارة الحرب، مجلس الجيوش اللي هم بيقودوا الغزوات قبيل المعركة، ويخطط. يعني مثلا في غزوة مؤتة أمر ثلاثة أمراء: زيد بن حارثة يمسك الري أولا، فإن قتل يمسكها مين؟ جعفر بن ابي طالب، يعني لو مش خانتني الذاكره قوي. ثم عبد الله بن رواح، ايوه كان جعفر بن ابي طالب، لان في المعركه دي قطعت يدي وفضل حاضن الرايه بعضده من هنا، رايه لا اله الا الله محمد رسول الله، لعند لما اجهزوا عليه المشركين وقتلوه. وطبعا كان الرسول عليه الصلاه والسلام فيما بعد رؤيا لسيدنا جعفر بن أبي طالب، وقال إني أرى جعفر يطير في الجنة تقريبا أو بهذا المعنى، فسمي جعفر الطيار. فكان بيجلس مع مجلس الجيش قبل إدارة الحرب يخطط الخطط، موضوع أصيل لتحقيق الانتصار، سواء الانتصار الشخصي، الانتصار الوطني، الانتصار الذاتي، الانتصار الجماعي، انتصار الأمة. حقق ذاتك ازاي؟ لازم اخطط. فامر الثلاثة دول، وبعد لما قتل الاول، قتل الثاني، قتل الثالث، جاء
جاء بعد كده سيدنا خالد بن الوليد، وهذه الغزوة يعني تدرس في العالم كله دلوقتي بسبب الخطط العملاقة اللي فيها. المهم يعني عشان ما نروحش بعيد شوية، يمكنك أن تقرأ أو تسمع عن غزوة مؤتة وتتعلم منها حاجات عظيمة جدا. الشاهد إن أنا بقول لك لازم تكون لحياتك خطط. المربع الثاني في مصفوفة الوقت غير عاجل وهام. حضرتك بدأ وزنك يزيد، طب مش ناوي تعمل رياضة؟ لا، تقول أنا كويس يعني، وأنا أتخن من مين؟ يا عم اعمل رياضة، والله الرياضة مهمة وحاجة عظيمة جدا، وهتقوي جسمك وهتقوي بدنك. لا، طب قابلت الراجل ده بعد 6 شهور، سمعت إن هو بيسأل على دكتور تخسيس. هو أنا مش قلت لك من 6 شهور اعمل رياضة؟ ما عملتش ليه؟ يا عم انا ساعتها وزني كان تقيل وعادي بقى، وكانت الدنيا ماشيه، وانا مش فاضي وانا مش فاضي. هو معترف ان الرياضه امر مهم لكنه غير عاجل، انا مش فاضي مش عامل. طب ما تذاكر يا باشا قبل الامتحانات، يا باش مهندس اللي في ثالثه سنه وما تذاكر، الامتحانات خلاص فاضل 3 شهور. عم لسه بدري، 3 شهور دول مده ايه يعني؟ الواحد ممكن يذاكر فيهم كل الكتب دي. لسه بدري، لسه بدري، قبلها بشهر ولا حاجة الواحد يبدأ يذاكر. يقرب الشهر يبدأ يماطل، يلاقي نفسه انشغل. جت مناسبة في العيلة يقول لك أنا أعمل إيه، مناسبة لازم أحضرها، لازم أشوف بدلة ولازم أحضر، ويقعد بقى إيه، هو بقى الواد اللي بيقضي مصالح الموضوع كله يعني. يروح يسأل على الكوافير، ويروح يسأل على القاعة، ويروح يسأل على مش عارف مين بتاع الإضاءة، ويسأل على مين ضيع له. خد كمان اسبوع من الشهر نرتاح بقى من الفرح، ناخد لنا كمان 3 4 ايام، الشهر يصفصف على اسبوعين. طب وانا هذاكر ايه ولا ايه؟ يعني هذاكر ماده ايه ولا ايه المواد الصعبه دي؟ يبدا كمان ممكن يتحول الى صانع براشيم. لا انا هصنع براشيم احسن. فهو دخل في المربع 2 بس مش عاوز يخطط. انسان سلبي ما يعرفش ان المذاكره قبل الموضوع بمده هتخليني مهيئ عقلي كويس ودماغي تمام، واخر شهر ده هيبقى بالنسبه لي نزهه براجع بيها على كل ما سبق، وحل شويه امتحانات على السريع، وابقى انا سلطان زماني، لا عندي توتر ولا قلق ولا ضغط ولا اكتئاب، ولا في الاخر اجيب مجموع وحش وانا اخبي على اهلي او اعاتبهم ان هم زعلانين مني. فالامور الغير عاجله والهامه هي الامور حقيقه اللي لابد ان هؤلاء الاشخاص يدخلوا فيها، اللي هي المهام اللي ليست ملحه، ولكن اذا تاجلت ستتحول الى مهام ملحه جدا وخطره، زي التخطيط الشخصي، زي جلسات العمل، زي ممارسه الرياضه، زي حضور دورات التنميه الذاتيه والبشريه، زي اخذ راي زميل، زي جمع بيانات. كل ده غير عاجل وهم، بنسميه مربع النجاح ومربع العظماء. طيب المربع الثالث اللي هو عاجل وغير هام. ازاي عاجل وغير هام؟ تيجي ازاي؟ هي الامور حقيقه التي تبدو عاجله، المقاطعات الغير هامه. انا قاعد بعمل حاجه مهمه، جه تليفون، ازيك عامل ايه اخبارك ايه، وجه واحد عاوز يطول قوي في الكلام والموضوع مش طالبه خالص، او واحد هيطلب منك طلب يعني بعيد عن تخصصك وبعيد عن اهتماماتك فمش هتقدر تعمله له، بس عاوزك يحشرك فيه في الموضوع ده وفي الموقف ده. الايميلات الغير هامه، تكتكه الواتساب والماسنجر والانستجرام والتيك توك والتكتكه اللي شغاله على التليفونات، اللي ممكن كل واحد بيقرا في مصحف وتن تن مستنى كده اما اشوف مين اللي بعت لي، وتطلع الست من المطبخ استنى كده اما اشوف مين اللي بعت لي، استنى ايه واعمل ايه. انت ليك هدف، حضرتك ليك هدف وليك حياه، ومفروض وقتك ده مخطط ليه، المفروض بتعمل حاجه مهمه دلوقتي وانت بتكلمني وانا بكلمك بنعمل حاجه مهمه. ايوه هنريح شويه بعض الاوقات، هنقعد ناخد تسالي مع بعض، نشرب شاي، نشرب قهوه، مشروب المفضل مش عارف ايه، بس مش هخلي المقاطعات الغير هامه، الاتصالات الغير هامه، المداخلات الغير هامه، الناس اللي بتوقفك في الشارع وتحب تقف معاك بالنص ساعه تعطلك. انت ذكي تقدر تخلع من ده كله. جرس الباب لما يضرب
اكيد فوض حد يفتح الباب، يعني طالما عندك ولاد او عندك اخوة اكبر منك او اصغر منك، اصغر منك يعني اكبر منك احترمهم، انت هتقوم تفتح. ف برضو ممكن تفوض الامر ده حد، مش تقعد 100% بتحل مشكلات الناس وانت سايب مشاكلك. 100% بحل، هو عندي في البيت الدنيا مزعل، مراتي ومزعل بنتي ومزعل الدنيا كلها، وبيتي مش فيه فلوس والدنيا بايظه، بس انا بره بحل. مين ده؟ غلط، ما ينفعش. يعني شوف بيتك الاول، الاساسيات الاولويات اهي. يعني يحكى ان كان في راجل مستشار في شركة كبيرة، وبعدين الراجل ده بعته المهمة في مدينة تانية في أمريكا، بعدين اتصلت بيه زوجته وقالت له بنتك تعبانة تعالى. أغلب الناس في الموقف ده هيعملوا إيه؟ طب ما تودعي الدكتور، طب ما تشوف أخوكي، طب ما تشوفي حد، طب ما تشوفي جارتك وتروحي. الراجل ساب شغله ورجع على طول على بنته. المدير اتصل بيه قال له ازاي تسيب الشغل وتمشي؟ قال له بنتي مريضة. قال له لو ما جيتش أنا هفصلك. قال له افصلني، أنا بنتي أهم. أولويات، أولويات، ومين يقدر ومين يقدر ومين يحكم ومين يخطط ومين يكتب ومين يسمع. ومن هنا بتأتي المشاكل وبتأتي الكوارث وبيأتي الندم حيث لا ينفع الندم. المربع الأخير، عشان المربع الثالث ده مربع الخداع، اللي هو عاجل وغير هام، المقاطعات والخروجات الغير هامه وحل مشكلات الناس زياده عن اللازم. مش معنى كده ان انا بدعوك ان انت ما تحلش مشاكل حد، لا بالعكس، كن متعاونا، كن ميسرا، كن يعني وتعاونوا على البر والتقوى خلاص. ولا تعاونوا على ايه؟ ها مش تيجي نحضر الفرح، مش عارف في حد بيعمل ايه، ده فرح هيجنن، ده في بنات، ده في، والبنات يقولوا لبعض ده في ولاد، ده في، لا يبقى انا واخد رجلي كده ورايح ناحيه السيئات، ورجلي هتشهد علي يوم الايام، يوم تشهد عليهم ايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبوا. فالاولويات ليس بالامر الهين. المربع الرابع غير عاجل وغير هام، اللي هو بيتفق مع النقطة هاء في طريقة ألف باء جيم دال هاء، اللي هي الأمور اللي غير ضرورية خالص بالمرة واللي يستحسن أنت تتركها تماما، زي مجالسة سارق الأحلام. وعشان كده ما تحكيش لأي حد عن حلمك وعن طموحك وعن أمنياتك وعن رغباتك وعن أحلامك العالية، مش أي حد، مش هيستوعبك ومش هيفهمك، وربما يكون للأسف أقرب الناس ليك إلا ما رحم ربي. هذه الأوقات إلغيها من حياتك أو قللها جدا جدا جدا، زي مجالسة المحبطين، مشاهدة الأفلام على التي في أو على النت، تصفح النت بلا داعي، الاستماع لشكاوى المحبطين. لازم أنا بس بعمل رقبتي كده، لأن إيه، أي واحد صحيا المفروض لما يقعد فترة يحرك رقبته علشان ما يحسش بألم في نهاية الجلسة. الاستماع لشكاوى المحبطين لوقت طويل أو الترفيه الزائد. جيب لي بقى قنوات نتفليكس وقاعد تسمع. جيب لي قنوات مش عارف إيه وقاعد تسمع. ومشترك مش عارف في قنوات 7000 قناة وال 9000 قناة وقاعد. إيه يا مولانا؟ يعني في صلاة وفي صوم وفي أذكار وفي علم شرعي. في دنيا تانية، في جنة. رايح فين؟ رايح فين؟ رونج واي، رونج واي، والله رونج واي. بلاش في رونج واي، خليك في الرايت واي. فبريوريتيز ماتريكس بتاعت ايزنهاور، لما بنلحق عليها العنصر اللي هو ذات مغزى، ونقول مثلا ممارسة الرياضة، هل هي ذات مغزى؟ ذات مغزى. المواعيد الغير هامة ذات مغزى؟ لا مش ذات مغزى، اتركها خلاص. المكالمات، هل كل المكالمات مهمة ولا هدف ولا ملهاش هدف؟ تقدر حضرتك تحكم هتفيدك ولا مش هتفيدك. طيب، أنا في نقطة مهمة دايما بقولها في محاضرة إتقان الأولويات، بس قبل النقطة ديت دايما بشير لقصة عبد الله ابن المبارك وأحد الصالحين وأم اليتامى الأربعة. عبد الله بن المبارك كان من التابعين
اللي كان يحج عام ويغزو عام، بيجاهد سنة وبيحج سنة. بعدين في أحد العوام اللي كان في طريقه للحج، هو ماشي بقى بالليل وكان الطريق مظلم، وجد امرأة تبحث في القمامة عزكم الله، وتبحث وتفتش. وطبعا هو كرجل تقي صالح مش ينفع يفوت المشهد بتاع الفاضي، مش ينفع يمر مرور الكرام، يا اما يساعد يا اما يسأل يا اما يتجنبها ان كانت شر. ف نادى عليها: يا امرأة يا امرأة. قالت له: استحلفك بالله ان تتركني وشركي. اتركني يا عبد الله اتركني. قال: لا، استحلفك بالله اجيبيني، لماذا تفعلين هذا؟ قالت له: أنا أم لأربع بنات يتامى، قد ضاقت بنا السبل وطرقت الأبواب وليس لنا عائل. ما لهمش أب، يعني زوجها متوفي أو مش موجود، وأم الأربع يتامى، وأنا وجدت هذه الدجاجة الميتة، والله سبحانه وتعالى في ظروفنا هذه حل الأكل الميت، هنموت خلاص من الجوع، ما فيش لا اكل ولا شرب وهنموت. فقال لها عبد الله بن المبارك: يا مات الله، خذي هذه الاموال واشتري لبناتك طعاما. واعطاها كل الاموال اللي كان راح يحج بيها، وعاد الى بلده مره اخرى. وعندما عاد وجد الناس يهنئونه أنه كان معهم في الحج، ونشكرك يا عبد الله أنك أمتنا أو أممتنا في الحج، وكنت إمامنا في الحج، ولم تتأخر علينا في نصائح أو زاد أو إرشاد، ولم تتركنا لحظة، وكنت كريم وأكرمتنا بالطعام والشراب. طعام وشراب، وأنا رحت الحج أصلا؟ طبعا بيخاطب نفسه، مش عاوز يتكلم يقول لهم على الخير اللي هو عمله. وتعجب من كلامهم وذهب. وهذه الليلة جاءه في المنام رجل يقول له: أما تعرفني يا عبد الله؟ أنا حبيبك يا عبد الله، وأنا شفيعك يوم القيامة. أنا حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة، أنا محمد رسول الله. أما وقد أكرمت أم اليتامى، فإن الله قد أكرمك وصور ملكا على صورتك، وقد كتب الله لهم أجر حجة واحدة، وكتب لك أجر 70 حجة، فأكرمك الله كما أكرمت أم اليتامى. فسيدنا عبد الله بن المبارك وضع في أولوياته الناس اللي هيموتوا من الجوع دول. طب أنا حج ودول هيموتوا من الجوع، يعني مين أولى؟ يعني وكذلك الناس اللي بتروح الحج كل سنة وعندهم من الأموال أو يصرفوا في الأموال في الحج ده أموال طائلة، وفي ناس فعلا موجودين حواليهم مش لاقيين اللقمة، أو شباب مش لاقيين العفاف والزواج، وفتيات مش لاقية تكمل جهازها عشان وبيحصل انفصال في الخطوبة أو الشبكة أو كتب الكتاب بسبب إن البنت مش قادرة تكمل متطلبات جهازها. طب أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ يعني اعتقد بطون المسلمين، كما قال عمر بن الخطاب لما سالوه عن كسوه الكعبه فقال لهم: بطون المسلمين اولى. اولويات، شرع، دين، حق، ثبات. الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد لما كان بيفاوض المشركين: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. ولولا نعبد الهك يوم وتعبد الهنا يوم، نعبد إلهك يوم وتعبد إلهنا يوم، أو سنة وسنة، أو بالنهار وبالليل نبدل. فأرسلوا له عمه أبو طالب أو تقريبا جده مش متذكر، فقال له: يا عمي أبو طالب، لوضع الشمس في يميني والقمر في يسير على أن أترك هذا الأمر ما تركته. خلاص، بتثبيت من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الثبات. طيب، يقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. في أولويات، يعني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من الناس أجمعين ومن والده وولده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. طيب أنا بتكلم إدارة الأولويات، وبذكر دايما أن الأولويات هي وضع الشيء في مرتبته، فلا يقدم من استحق التأخير ولا يؤخر من استحق التقديم، ولا يصغر الأمر الكبير ولا يكبر الأمر الصغير، ولا يعظم الأمر الحقير أغاني المهرجانات، ولا يحقر الأمر العظيم كتاب الله وسنته والأذان. ومن يعظم شعائر الله فإنها من إيه؟ من تقوى القلوب. الأذان بيأذن احترم نفسك وقف اسمع وروح صلي. القرآن حطش كتب فوق القرآن، تقرأ القرآن يوميا الورد، ثبت نفسك كده لكي يثبتك الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف بقى الحكمة، لما أجي أدعو ناس للحق وللخير مش أخدهم مرة واحدة، مش أخش على شوية ناس قاعدين كده بهزروا وبتاع وشوية ناس قاعدين على القهوة، يا عم أنت وهو يا عم، طب بدل ما أنتوا سهرانين كده قوموا قيموا الليل. هم أصلا بيصلوا عشان يقوموا الليل، مش واحدة واحدة. طب ما تقوموا يا جماعة الفجر، الفجر قرب، إيه رأيكم نقوم نصلي ونتوضى كده ربنا يتقبل، واتكلم بلغة الجمع. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل لأهل اليمن ليدعوهم للإسلام. شوف إزاي الرسول حملوا الرسالة دي وإزاي بلغوا الرسالة دي، وشوف التدريج في الدعوة والتدريج في النصح. قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأول الركن الأول من أركان الإسلام. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات. فإنهم أطاعوك لذلك، نروح بقى للي بعديها، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على إيه؟ على فقرائهم. صدقة بقى والزكاة والكلام ده. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. يا الله، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأولويات في الشرع من أهم مقاصد الشريعة للحفاظ على الإنسان حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال. حفظ النفس والعقل الدين والعرض والإيه والمال. فموضوع الأولويات ليس بالهين، موضوع قوي، موضوع مهم، موضوع محتاج دراسة. من أهم الكتب اللي أنا أرشحها لحضراتكم ابدأ بالأهم ولو كان صعبا. كل مرة لازم أتكلم على دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها دروس كتير، ودراسة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، صفاته وحركاته وأكله وشربه ولبسه وكده أيضا. طيب النقطة المهمة اللي قلت لكم وأقول لكم عليها: كرس نفسك لأن تكون أكثر شخص تعرفه محبة، وأن تفكر وتشعر وتتصرف كأنك أحد أعظم الأشخاص. تقدير ذات مرتفع، سقف طموح. وإذا سألتم الله الفردوس، وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، كلام الرسول لأصحابه. أعلى بالطموح بتاعك، فروض وسنن، صلاة ضحى، قيام ليل، زود في قيام الليل، زكاة، صدقات، زود في الصدقات، أعلى أعلى أعلى. قانون السياج، ضع لنفسك حماية دائما بإذن الله من أن تنزلق للأمور الحقيرة،
كنت بصلي قيام ليل وسنن، بقيت بصلي فروض بس. بعد كده بأخر الفروض، بعد كده انحدرت نسيب فرض واتنين، بعد كده كلام البنات بيشغلني، بعد كده شغلي انشغلت، بعد كده بقطع في الصلاة، مبقتش تصلي. يا نهار أبيض، يعني أنت فين دلوقتي؟ ما تسيبش نفسك في المنحدر ده، اطلع اصعد ارتفع ارتقي، أنت مسلم. كرس نفسك لأن تكون أكثر شخص تعرفه محبة، مش أناني. حب نفسك عشان تخدم غيرك.